البقرة يا مولاي يمكن أن ندخلها جرا إلى القصر، أما النخلة يا مولاي فكيف ندخلها إلى القصر؟ كبروا سور القصر من ناحية النخلة حتى تبقى إلى الداخل. ماذا أصابك؟ ما عندك مخ؟ يا لذكاء مولاي، ذكاء لم أصادف مثله أبدا. هيا هيا أسرع ونفذ الأوامر. أمر مولاي. اسمع، نفذ الأوامر. أوامرنا. تاخذوا البقرة ليه؟ تاخذوا البقرة ليه؟ أوامر السلطان. سلطان؟ سلطان مين؟ تاخذوا البقرة ليه؟ الحق يا خضرة ياخذوا البقرة. أوامر السلطان. والنخلة، النخلة، النخلة تعملوا سور حوالي القصر وتدخلوها عندكم في القصر ليه؟ قلت لك اسكت. أوامر السلطان. سلطان، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. وبعد وبعد أيها الوزير، كما قلت لك يا مولانا السلطان، لقد مددنا السور وأصبحت النخلة في أرضنا. والبقرة، البقرة أخذناها رغما عنا. إن أوامر السلطان غربال لا بد أن تنفذ. والآن أريد أن أرى النخلة وكم تطرح من البلح، والبقرة وكم تحلب من الحليب. نخلة وبقرة مثلهما كان لابد أن تكون ملكي من زمان. وبعدين يا عيالي، السلطان غربال ضم النخلة إلى قصره وأخذ البقرة من الفلاح، وبكذا صارت النخلة نخلة عادية، يعني ما تطلع بلح واجد، والبقرة ما عادت تدر الحليب. أريد أن أعرف لماذا النخلة عندي لا تطرح بلحا كثيرا؟ ألا يراعيها البستاني في قصري؟ صدقني صدقني يا مولاي، إن البستاني لم يقصر أبدا في رعاية النخلة. إذا لماذا النخلة عندي لا تطرح بلحا كثيرا؟ والبقرة لماذا لا تحلب لبنا كثيرا؟ ألا يوجد أحد يقدم لها الطعام؟ أمامها الأكل كثير يا مولاي. أكاد أجن. أريد أن أعرف السبب، لماذا؟ أمر الله يا مولاي، ماذا نعمل؟ أمر الله. وبعدين يا عويس، إيه العمل يا أخوي؟ العمل عمل ربنا يا خاطر، عمرنا لله. معك حق يا اخويا، واحنا ايه اللي في ايدنا ممكن نعمله؟ ربنا يبارك لنا في حته الارض الباقي، وخلي السلطان يشبع بالنخله والبقره. ربك كبير يا اخويا يعوض علينا، بس انا كان نفسي اقول ايه ذنب جيراننا الغلابه اللي كنا كل يوم نبعت لهم اللبن
عشان يشربوا منه هم وعيالهم. معلش يا خاضرة. ولا النخلة اللي كان كل عابر سبيل يأكل من بلحها لحد ما يشبع. اي والله عندك حق يا خاضرة، يا ما ناس كتير كانوا بيستفيدوا من البقرة والنخلة. وكل ما يكتر عدد اللي بيستفيدوا منها كل ما كان ربنا بيزود البركة. ايوة يا خاضرة، دي ارزاق، ارزاق وربك هو اللي بيقسمها ولا حد له دخل فيها ابدا. وبعدها زهق السلطان ورجع النخلة والبقرة على الفلاح. عارفين ايش كانت النتيجة؟ شنو؟ النتيجة سلمكم الله ان النخلة صارت تطلع بلح واجد، والبقرة صارت تدر حليب واجد، صار وهو يشرب واهل بيت يشربون وجيرانه يشربون منها، حتى عابر السبيل قام يشرب وياهم. أنا الحين فهمت يبا، أنت ليش تكثر من عدد العمال؟ سمير، عيب اللي تسويه، أنت قاعد تاكل وربعك كلهم هني ما عطيت واحد فيهم قطعة. أين؟ وأعطيهم على كسرة ليه؟ هم اشتركوا ما يبثمنها؟ بس هذا يا سمير أنانية، وهذا بخل والعياذ بالله. أبداً يا جماعة، سمير يمزح معاكم. لا ما امزح، انا جد باكلها كلها. بس بتوجع بطنك يا سمير. خلي اتوجع، هو بطني ولا بطنكم؟ اعوذ بالله. يا شيخ تتكلم جد انت يا سمير؟ ايوه بتكلم جد، واللي يبغى يشتري باكل بقاله قدامه. توني عرفت انك بخيل واناني. الحمد لله انكم عرفتوا، هو انبسطوا وريحوني. يلا 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 يا جماعه مشينا. يلا ايه اكلت علبة شوكولاتة. اشتريت من مصروفي. الله يهديك. كيف تاكل علبة لوحدك ولا تعطي حد؟ كيف؟ كانوا معي زملائي وحاولوا ياخذوا مني لكني عييت. الله يهديك يا ولدي، الله يهديك يا ولدي، تاكل علبة لوحدك ولا تعطي حد؟ طلبوا مني لكني رفضت. الله يهديك، الله يهديك. شفت يا ولدي النتيجة؟ أكيد الحين زملائك وصفوك بالصفة الشينة اللي هي صفة البخل والأرانية. ثاني شيء هالألم والوجع اللي صابك. الله يهديك يا ولدي، عجزت وأنا أنصحك، عجزت وأنا أنصحك عن البخل. ما أدري مطالع عليه يا ولدي. البخل مرض والبخيل مريض، لازم تتخلص من هالعادة قبل ما تذبح. يا بطني، يا بطني، بطني، بطني. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول له فين؟ شو الزين اللي عندك؟ هذي اللي ياب أبوي لي علشان أحطهم عندي بالحجرة. إيه عاد ما تسوون فينا خير تعطينا وحيدة من اللي؟ يلا عاد أعطيك واحدة، أصلاً واحدة بحجرتي مو حلوة تصير. يعني إيش معنى أنا لما تطلبين مني وفا حاجة أعطيك إياها على طول؟ عجب لا تمسخها، أولاً أنا عمري ما طلبت منك شيء. اللي أقوله طول عمرك بخيلة وأنانية. أنا البخيلة؟ إيش بخيل؟ بخيلة ونص بعد. لا تقولي بخيلة. بخيلة ونص. يلا عاد. يا ايش فيك مولاي؟ زين؟ أعوذ بالله، من هو صاحب هالصفة الشينة هذه؟ هذه وفايبة. العياذ بالله. الله يبعدنا عن البخل والأنانية، الله يكفينا شرهم. يبا، حسن أبي أخذ واحدة من ذيلي، أنت جبتهم لي علشان أحطهم عندي بالحجرة. وفيها إيش لما ياخذ منك واحدة؟ أنت يعني تخليني أصدق إنك بخيلة ولا إيش؟ أنا يبا، لا أبداً. أنا ما أحب واحد من عيالي يكون بخيلة وأناني، أنا أبغاكم أهل كرم.
سكر؟ اي نعم اهل كرم. الكرم يا عيالي صفة من صفات العرب الأصيل، والعرب طول عمرهم مشهورين موصوفين بالكرم، والإنسان الكريم عمره ما ينظام، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى يوقف وياه، واللي يكرم الناس ربنا يكرمه. فعلا يا يبا، أنا شخصيا اللي في يدي ما هو بلي، وأشوف أي إنسان محتاج مساعدة لازم أني أساعده، هذا هو طبيعي يا يبا. طبيعة عظيمة يا شاطر حسن. بس يبا في واحد من زملائي بخيل وكل حاجة يشوفها لازم من نفسه. أكيد إن شاء الله لما يعرف هالطبيعة هذه بغيرها ويعرف الصح من الغلط. يعني يبا ممكن البخيل يزول عنا البخل؟ شوف يا ولدي، الأولاد بطبيعتهم يستجيبون لأي توجيه، لأن عقلهم بعد صغير فلذلك يستجيبون للتوجيهات. لكن إذا كبرت الصفة مع الإنسان من الصعب علاجها. مسكين يا سمير، إذا هو في مرض البخل. الحمد لله، والله معك حق يا يبا، والأنانية خلتني أكل أكثر من طاقتي وجن المغص، وبخلت على زملائي وزالوا مني. على ذكر البخل يا ولدي، فكرتني بنادر عن البخلاء. هم البخلاء لهم نوادر؟ كثير، وفي كتاب ضخم لما تكبر إن شاء الله لازم تقرأ، اسم البخلاء للجاحظ، فيه قصص كثيرة عنهم وعن نوادرهم. لكن كيف بخلاء ولهم نوادر؟ إيه، لأن يا ولدي هذه النوادر هي اللي تخلي الناس تنفر من البخل والبخلاء. أيوه زين يبا، وش القصة اللي انت افتكرتها؟ إيه، كان في من زمان رجال بخيل بخيل جدا، وعنده 3 أولاد حارمهم من نعايم الدنيا ببخل عليهم. وبعدين؟ في يوم من الأيام اشتهى هذا الرجال البخيل يأكل لحمة، فقام وعطى ولده درهمين عشان يشتري له قطعة لحمة. قطعة بس؟ إيه، لأنه بخيل. المهم راح هذا الولد واشترى اللحمة، وصار في اللحمة كسرة عظم، فقام هذا البخيل وسلقها وقعد يأكلها لحاله، وأولاده واكلين يتفرجون عليه. لحم وحساء. يا للخسارة. خسارة؟ خسارة ماذا؟ يا للخسارة، ليتني لم أكلها حتى يكون بمقدوري أن أكلها مرة أخرى. لقد أكلتها كلها يا أبي ولم تبق لنا شيئا. غبي، ألا ترى ما بيدي؟ إنها عظمة يا والدي. هاجر، عظمة، إنها نعمة من الله. الكبير له اللحم والشحم، والصغير له العظم. لقد
لقد دفعت ثمنها درهمين، ألا تسمعوا؟ درهمين، وحسرتها على الدرهمين. ولكن كيف تستطيع أن تقسم هذه العظمة الصغيرة علينا نحن الثلاثة؟ ومن قال أني سأوزعها عليكم أنتم الثلاثة؟ إنها لواحد منكم فقط. لواحد فقط؟ ومن هو؟ من هو أشدكم حرصاً حتى أستطيع أن أعرف من سيكون مثلي وهو يشبه أباه في خصاله الكريمة؟ تقصد يشبهك يا أبي في الحرص والبخل؟ إن الحرص والبخل يا بني هما قمة الكرم بالنسبة لي. واضح يا أبي، واضح. اسمعوا، هذه العظمة لا يأخذها منكم إلا من يحسن وصف أكلها. أما عن نفسي يا أبي فإني سأمصها مصا حتى لا أدع للبخل منها نصيبا. ثكلتك أمك، فإنها ليست لك لأنك مسرف في وصفك وكرمك. وأنت؟ أما أنا يا والدي فسوف أجعلها إفطاري وغدائي وعشائي لمدة عامين، فكل يوم أخرجها وألوكها لوكا بأسناني. عليك غضبي، إنها ليست لك فأنت مسرف في وصفك وكرمك مثل أخيك. وأنت؟ أنا سوف أفعل بها الأعاجيب. ماذا ستفعل بها يا بني؟ سأمصها مصا وألوكها لوكا ثم أدقها دقا وأسفها سفا. عظيم عظيم يا بني، عظيم، أحسنت، إنها لك، خذها يا بني، إنها لك. زادك الله حرصا ومعرفة في جلائل الأمور. أحسنت يا بني، إنه خليفتي.